صباح الخير، انا دكتور ولاء محمد، معيده بقسم العلوم الاساسيه، والنهارده هنتكلم عن المانوال ماسل تيستينج فور الشولدر جوينت. اول حاجه هنتكلم عنها او اول موفمنت هو الشولدر فليكشن. الرينج بتاعها بيكون من 0 اب تو 180، هو رينج ما ينفعش اقول رقم واحد، لازم اقول من 0 لحد الرقم الثاني. فعندنا الحركه الاولانيه هي شولدر فليكشن من 0 اب تو 180. علشان اعمل شولدر فليكشن لازم العيان يكون في سيتنج بوزيشن. لو بتكلم عن جريد، اول حاجه الاول العضلات المسؤوله عن الشولدر فليكشن هو الانتيرير فايبر اوف دلتويد والكراكو براكيالس واللونج هيد اوف بايسبس. طيب جريد 5 علشان اعمله لازم العيان يكون محقق اربع شروط: يكون يعمل فول رينج اوف موشن، وتكون اجينست جرافيتي، ويكون عامل لي كمان هولد في نهايه الرينج، ويكون ماكسيمم ريزيستنس هديها للعيان. اول حاجه هقولها له، هقول له موف يور هاند او موف يور ارم فورورد توورد ذا سيلينج، حرك ايدك لفوق يا عم سيد، وانا بدي له ماكسيمم ريزيستنس وهدي له هولد في نهايه الرينج، وهقول له 1 سكند 2 سكند 3 سكند 4 سكند 5 سكند 6 سكند ريلاكس. لو العيان حقق كل الشروط دي وقتها هدي له جريد 5. طيب لو هدي العيان جريد 4 معناها ان العيان هدي له مودريت ريزيستنس بس ومفيش هولد في نهايه الرينج، بمعنى هقول له موف يور هاند فورورد توورد ذا سيلينج ريلاكس. ناخد بالنا كمان ان ايدي ديت عامله استابلايزيشن للعيان، وده ضروري جدا علشان ما يحصلش سبستيتيوشن، ودوت هنتكلم عنه في نهايه الموفمنت. تالت جريد او الجريد رقم 3 هو انا مش هدي ريزيستنس خالص، بس هيعمل لي فول رينج اوف موشن ويكون برده اجينست جرافيتي، وهقول له موف يور هاند فورورد توورد ذا سيلينج، ارفع ايدك لفوق يا عم سيد، ريلاكس. كده انا خلصت جريد 5 و 4 و 3. جريد 2 بيكون with gravity elimination. يعني ايه gravity elimination؟ يعني الجرافيتي ولا بتعملي resist ولا بتعملي assist، لازم اي حركة تكون parallel للجرافيتي. طيب علشان اخلي العيان يعمل shoulder flexion ويكون with gravity elimination، هنايم العيان side lying position والسيربست هيكون behind the patient، لازم ايد تكون عاملة support كويس، ولازم يكون في sliding board بيتحط ما بين الترنك والارم بتاع العيان. لو ما فيش سلايدنج بور هعوضه بانه احط ايدي، بس ايدي وقتها مش هتبقى ولا اسيست ولا ريزيست، هتبقى بس جايد للموفمنت. هقول له موف يور ارم فورورد ريلاكس. كده هدي له جريد 2، هيبقى عمل لي فول رينج اوف موشن ويز جرافيتي اليمينيشن. لو انا عايز اعمل جريد 1، هو جريد 1 هو البالبيشن، انا هحس تحت ايدي جاست بحس فليكر كونتراكشن في العضله. لو انا عايز احس الانتيرير فايبر اوف دلتويد بحسها باجي عند اللاترال ثيرد اوف ذا كلافيكل، همشي مع الكلافيكل لحد ما اوصل لللاترال ثيرد، وهنزل انفيرير لللاترال ثيرد اوف ذا كلافيكل وهعمل بالبيشن. هدي العيان اوردر واقول له try to move your arm forward towards the ceiling. العيان مش هيرفع ايده، انا قلت له try يعني حاول يعمل الموفمنت بس، وقتها هحس بفليكر كونتراكشن تحت ايدي. الفرق بين جريد 1 وجريد 0 ان جريد 0 مفيش اي موفمنت بتحصل خالص، حتى بعد ما بديله الاوردر مفيش موفمنت بتحصل، ادي العيان وقتها جريد 0. ده كان بالنسبه للشولدر فليكشن.